مرحبا، أنا اسمي أحمد عزير، عمري 13 سنة. احنا ساكنين بالمخيمات، صار لنا 7 سنين. بعد واحد عيهددنا بالقتل، صاروا له 8 شهور عيهددنا بالاغتصاب بالقتل. أمي وأبوي جبيري، أمي مريضة، أبوي جبير بالعمر، ومودينا أخويا وما نعرف وينه. هيددنا يقول خلي ما تشوفون عمر غليب توفى 4 أرهاب، يقول حتى رئيس وزراء ما يقدر له ما ينقيني. أنا ماجد السيد رئيس وزراء اللي ساعدنا، هو مواليد 1999. أنا وناشد السيد الرئيس وزراء اللي ساعدنا، مع أنواع ساعدنا. مرحبا، أنا اسمي أحمد حزير محمد، أنا وناشد دولة رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بيقوم بزيارتنا. نحن ساكنين في مخيم يحيى وللنازحين، ويطلع لأوضاعنا. هناك شخص يقوم بتهديدنا بالقتل بالاغتصاب. أنا أناشد دولة رئيس السيد مصطفى الكاظمي، صار لنا 8 شهور عيهددنا. أم الدين أخويا ما نعرف وينه، أبويا جبير بالعمر. أنا أناشد دولة رئيس الوزراء بأن يساعدنا، يقول حتى رئيس الوزراء ما ينقيني. أم الدين أخويا ما نعرف وينه، صار له شهر ومدينه ما نعرف وينه. يقول هددنا بالقتل بالاغتصاب. أنا وناشد دولة رئيس الوزراء بأن يزور في مخيم يحيى في كركوك.